الأجهزة الإلكترونية، اشتري أي كمية من الأسهم، ما كفاش الرصيد نزل الذهب في السوق. السيد غشوان برا. خليه يتفضل. ما يهمكش فرق الساعة، هنعوضه في البيع. اتفضل. شركة الإسمنت، اشتري على النزول. صباح الخير. اتفضل، بلاش كتر كلام، اشتري يعني اشتري. جبت الأدلة؟ ولو بيري ميسون ما عمل اللي عملته، جبت لك قصة حياته من يوم اللي خلق لغاية هلا. ما ترغيش كتير، هات الأدلة. بس هالخنفوس ما بينام لا ليل ولا نهار. حاليا بحب ثلاثة غير بنت حضرتك طبعا. الصور دي مظبوطة؟ مش ملفاه؟ ولو. طيب متشكر، تفضل. اطلبي القاهرة بسرعة. بيروت يا ستان. الو، ايوه انا ميرفت قاضي. ازيك يا جمال، وحشتيني قوي يا اخويا. اخبار؟ مش قوي. طيب طيب هخليها اكلمك. هدى، هدى، بابا على التليفون. يا هدى قومي يا حبيبتي كلمي بابا، عيب ما يصحش يا هدى. ايوه يا جمال، غضبانه يا اخويا، مش عايزه اتكلمك. بتكلمي مين يا ماما؟ خالو جمال. مفيش داعي للعصبيه، الشده دي مش هتجيب نتيجه. اتكلم وحياتك يا ماما. مش وقته، مش وقته. اسمع يا جمال، انا خايفه لهدى تعمل في روحها حاجه، لازم تيجي يا اخويا. لا دي بنتك وانت اللي تتصرف معاها. طيب طيب انا جاي لكم في اول طياره. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. طمنيني، ايه الاخبار؟ يا دلوعي. سعادة البيه، الحمد لله على السلامة يا سعادة البيه. الله يسلمك. برضو رمت الاكل في وشك؟ يا ريت على كده وبس، دي خبطتني مقص جابتني صيح. هي اتعلمت تلعب الكروتيه يا سعادة البيه. طيب طيب معلش. مش كنتي تسيسيها يا ميرفت؟ يعني عايز نعمل لها ايه؟ ازغطها زي الوز؟ انا خلاص يا اخويا غلبت معاها. خالو، الحمد لله على السلامة يا خالو. الله يسلمك. عاجبك اللي عاملاه هدى؟ معذورة يا خالو، بتحب رفيق، سيبوها تتجوز اللي بتحبه. اخراس انتي، ما انتوا كمان لازم تشوفوا لها حل.
دي بقى لها يومين من غير اكل. انتوا عايزين تموتوها ولا ايه؟ عم بشير. نعم يا سعاده البي. دخل لها اكل بسرعه. يا سعاده البي دي اتعلمت تلعب الكروتيه. طيب ما تخافش، هدخله لها انا بنفسي. قلت لكم 100 مره مش عايز اكل بره. ها الدشدشت. بابا بابا الحمد لله على السلامة. العمايل اللي بتعمليها دي يا بنتي، حد في الدنيا يضرب عن الأكل؟ عمتك تقول ايه بس؟ مش عارف أربيكي يا بابا. بصراحة أنا مش عايز أعيش في البيت ده، أنا حاسة إني في سجن، أنا عايز أرجع بيروت تاني. عشان تقابلي رفيق، مش كده؟ يا بابا أنت مش وعدتني إنه في خلال أسبوع هتاخد قرارك في موضوع خطوبتي، أنا ورفيق أهو فات أسبوعين، لا كلمتني ولا سألت فيا. وفيها إيه يعني لما اتأخرت أسبوعين؟ مجلس الأمن يا ستي بقاله سنين مش قادر ياخد قرار. يا أرجوك يا بابا بلاش هزار. دي مسألة حياة أو موت بالنسبة لي. مش هقول لك أي حاجة قبل قلبي ما يرضى عليكي. طيب، أدي بقى بوسها رشوة، قول بقى. أنت عارفة إن كل شيء في حياتي، ومصلحتك عندي فوق كل اعتبار. مصلحتي إنك تجوزني رفيق. أعتقد إنك هتغير رأيك دلوقتي. شوفي، شوفي بيرقص مع مين. معلش بكره لما يتجوز يعقل. ده جي ليه المهبب ده؟ ده واحد ليل ونهار متلقح في النوادي والاستريوهات، ملوش شغله غير انه يبعتر فلوس ابو يمين وشمال. ويشتغل ايه مدام غني؟ يسيب الشغل اللي محتاج له. انا يستحيل اجوزك واحد عايش عاله على ابوه. يا بابا انا عشت طول عمري اسمع كلامك، اعملي ده حاضر، ما تلبسيش ده حاضر، روحي تعالي اتكلمي اسكتي حاضر. أنا كبرت بقى، سيبني أختار خطيبي زي ما أنا عايزة. كل اللي بعمله ده علشان خايف عليك يا بنتي، وأنا عندي عز منك. إذا كنت بتعزني صحيح وافق على جوازي من رفيق. مستحيل مستحيل أسيبك تتجوزي راسبوتين القرن العشرين ده. أتجوز وأجرب وانت لها راسبوتين زي ما حضرتك بتقول أتطلق. أمال هم عملوا طلاق ليه؟ أنت فاكرة جواز إيه؟ بسكليتة تركبيها النهاردة وترميها بكرة؟ أنا اللي لازم أختار لك العريس اللي تتجوزيه. هو حضرتك اللي هتتجوزه ولا انا؟ انا ابوك يعرف مصلحتك اكتر منك، وهيجي اليوم اللي تشكريني فيه على اللي بعمله ده. اللي تشوفه. يعني خليهم بقى يحضروا لك الاكل يا حبيبتي؟ اللي تشوفه. هي خالو عملت ايه؟ لا اطمني، هي اللي اتورقت والموضوع ده اتنسى خلاص. صحيح الكلام اللي قالوه لي خالي؟ غيرت رايك في رفيق؟ بتقولي ايه يا سامية؟ انا بحب وهو كمان بيحبني ولازم نتجوز. انا ما بقتش فاهمه حاجه خالص. سامية انت الوحيده اللي فاهماني وحاسه بيا. ما هو يا ريت كنت اقدر اساعدك يا هدى. لا لو عايزه تساعديني صحيح اعملي اللي هقول لك عليه. الحمد لله ان الموضوع انتهى على خير. انا كنت متاكده ان وجودك هيحل كل حاجه. يا 100 ألف حمد لله على السلامه يا سعاده الدين. اسف اني ما جيتش لسيادتك على المطار، ما لحقتش الديزل والله. الرز ما اتشحنش ليه؟ مش شامها هوا في المينا؟ ما انت عارف سيادتك ازمه المراكب. ازمه المراكب ولا ازمه فرع اسكندريه كله؟ ظهر عليك عجزت يا عبد العظيم افندي. ليه بس يا سعاده البيه؟ انا لسه بخير. انا اجلت الشحن مخصوص علشان تخرب بيتي. الدولار في النازل وانتوا ولا حاسين بحاجه. تاخير شحن البضاعه معناه خساره 100 ألف دولار.
يا 100,000 مصيبة على دماغي ودماغ اللي خلفوني. أنا هرجع اسكندرية دلوقتي حالا واشحنه على أي مركب. مع السلامة يا عبد العظيم أفندي. سلام. عبد العظيم أفندي. أفندي ما سعادة البيه. وضب شريه المعمورة. الهانم الكبيرة وهدى هيسافروا قبل آخر الأسبوع. هي ست هدى شرفت. يا 100,000 حمد لله على سلامتها. يا سلام. يا سلام لما كانت صغيرة وكانت تهزر معايا وكانت تنتف لي شنبي وتقول لي جوز ولا فرد. هنتكلم في شنبك والرز لسه ما تشحنش. واخسر انا 100,000 دولار. يا 100,000 مصيبة على دماغي ودماغ اللي خلفهون يا سعادة البيه. ست هدى هانم يا 100,000 حمد لله على السلامة. وحياة المرسى ابو العباس وحشاني. انا ميرفت يا عبد العظيم افندي. ست هانم الكبيرة. معلش العتب على النظر. الله يجازيهم. حتى حجارة النضارة بيغشوها اليومين دول. الباسبور اهو. حد شافك؟ ابدا. شاطرة. سامية معاكي فلوس؟ دقيقة واحدة. ما معيش غير دول بس. دول بس. والطيارة هتقوم امتى؟ الطيارات محجوزة لأربع أيام قدام. وهروح فين الأربع أيام دول؟ لا ما أنا هجسلك على مركب هتقوم بكرة الصبح من اسكندرية. ما لقيتلكيش لا في الأولى ولا في السياحية. في أوندك بس. أوندك أوندك. المهم إني أسافر وخلاص. أنا مش عارفة من غيرك كنت هعمل إيه. يا حبيبتي يا سامية. أنا عمري ما هنسالك الجميل ده أبدا. وعلى فكرة أنا تحت أمرك. يوم ما تحبي أساعدك أساعدك بصحيح. الكل نايم ومتغطي. حلو اربطي. الشنطة! شنطة! يا ست هانم. في ايه يا رضوان؟ حرامي دخل الفيلا من اوضه ست هدى. بتقول ايه؟ حرامي دخل الفيلا. الحاجه اللي مش قادره اعقلها، ازاي تشيلي الملايه من تحتك وانت نايمه وما تصحيش؟ ما انت عارفه يا ماما ان انا نومي تقيل. ايه يا اختي نومك تقيل؟ ده انت بتصحي من دبه النمله. اوعي تكوني مخبيه حاجه علينا. ابدا ابدا يا خير. أمال كنت بتسأليني عن باسبورك ليه امبارح؟ هي سألتك عن باسبورها؟ عملتها الملعونة. عظيم أفندي
ترنج من مصر يا عبد العظيم افندي. من مصر؟ ايوه. سترك وعدم الفضايح يا رب. استر يا رب استر. عن اذنك. اتفضل. الو سعاده البيه. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. فارغي اسمعني كويس، هدى هربت. حلقها يا اخويا، حلقها بعد نقطتين. مسافره بيروت على المركب اللي قايمه من عندك دلوقتي. اعمل اي وسيله علشان تمنحها من السفر. هي مسافره اون ديك، يعني على ظهر المركب. اون ديك؟ هدى هانم بنت الاكابر تسافر اون ديك؟ انكتم. اسمع، انت تسافر على نفس المركب، واوعى تخليها تغيب عن عينيك، فاهم؟ هتلاقيني مستنيك على المينا في بيروت. هي اوضه الكابتن يروحوا لها منين يا مدموزيل؟ افندم عدم المؤاخذه يا ابني، العتب على النظر وعلى حجاره النضاره اللي بيغشوها لي من دول. هندور على اسمها في كشف الركاب. أيوة. اذا كانت موجوده اعتبر الموضوع منتهي. الله يخليك، الله يعمل بيتك يا سعد. أنا هستنى سيادتك هنا. أمرك. فتح يا ابني. هدى جمال موجودة يا فندم. الحمد لله. وقطع تذكرة أوندك. أوندك؟ بنت الأكابر تركب أوندك؟ هدومي هدومي يا كابتن يا كابتن. معلش متاسف خالص، اصلي كنت مزنوق على الاخر، قليل الادب. انا عايز اعرف ازاي اتسرق وانا في كابنتي. احنا اسفين يا فندم، دي اول مره تحصل. تسمح بقى تطلع لي بنطلون والقميص من تحت الارض؟ اطمن يا استاذ، قبل نهايه الرحله هتكون كل حاجه عندك. بسم الله. متشكر. تعال تعال، ما تعملش عنصر. خد بر نفسك. ايه ده؟ هي بتحرق كده ليه؟ انت حاطط فيها ايه؟ شطه. نعلموكم، ما دام مسافر اوندك يبقى ما فيش غير الشطه. لا تقولي بلط ولا كونياك، هي اللي تدفيك من البرد اللي يكلمش في عضمك. عدل. لا يا عم، البرد ارحم. قول لي ياض، شنطة ولا مجموعة؟ يعني ايه؟ اللي زيك مش وش شنطة، أكيد تلميذ خيخة ما جابش مجموعة ومسافر تخش جامعة بيروت. حكيم أخوك يفهمها وهي طايرة. اه كده ولا ايه؟ اه كده. ها مدكن كام؟ يعني ايه؟ ده أنت قافلة أوي، معاك استرليني ولا دولار؟
اصرفهولك باعلى سعر في السوق. معيش غير دول. انت مسافر طرزان؟ لا يا عم، انا معيش غيرهم. فيها ايه دي؟ ايه ده؟ علقته منين دهات؟ ده بتاعي. اقطع دراعي ما كنت بشتغل من القاط. قول لي علقته منين؟ والله انا مشتريه. لمين؟ هيكون لمين يعني؟ يا ابن الجنيه، للجو بتاعك؟ صح، جدع، فهمتها يا طايره. اهو انت دلوقتي عجبتني. انا احب الواد الفنجري. اسمك ايه؟ ناسي اسمك؟ بطنطا. حميدو. وانا عبده دولار من اسكندريه. باديات يعني؟ دق الكف. من دلوقتي اوعى تشيل هم حميدو، رقبت السداده. متشكر قوي، سلام عليكم. على فين؟ عشان معاوي. قول لحميدو. نعم. ما قلتليش هتعمل ايه بيروت وانت ما معكش اللضا. ربنا يسهل. طب بينا. على فين؟ نرزقه، نشتغله، نهلبوا لنا قرشين. ازاي؟ زي ما بنعمله كل سفريه، نهجصه على العالم، نميزه على العالم اللي فوق دي. اي كلام في الهجايز، نغنوا. نغنوا؟ اه. بس انا ما اعرفش اغني. يعني احنا اللي بنعرفه نغنوا؟ ولا يهمك، ده احنا اللي دهنا الهوا ابويا ورسمنا عليه. ايه؟ اتكل على الله. وطيف حبيبي اللي بيزورني في كل منام. سألت عالم كبير بيفسر الأحلام، رمى الكتاب من يمينه والتفت لي، التفت لي، اصبر على ابقى تغطى لما تنام. لا لا بقى وغني، خليها يلم القوط. اقول ايه بس؟ قول اي كلام في الهجايز. زي ايه؟ زي شنجري بنج. شنجري بنج ناو. هاو هاو هاو. شنجري بنج ناو. الشنجر بنجر ناو.
حتروح والله وتحلو الشنجر بالبنجلناو الشنجر بالبنجلناو. من فضلك يا مدموزيل. وبعدين معاك يا حضر، دي تاني مرة تقول لي يا مدموزيل. معلش يا ابني العتب على زين، هتقول لي العتب على ازاز النظارة اللي بيغشوه. العتب على الزمن اللي خلى الواحد مش عارف الولد من البنت. اسمة الحق حلال عليك. دول بس تمسي هرش العدة وانا الكوماندو بتاع اللعبة. متبقاش طماع، كفاية علمتك صلعة، روح تشابرق. يلزم خدمة يا أخ. شيك قوي القميص ده. ما أنا عارف. هو جاهز ولا تفصيل؟ جاهز. شيء جميل. والبنطلون اللي أنت لابسه ده جاهز ولا تفصيل؟ أنا ملبسه غير جاهز. الله. أصل لونهم عاجبني ونفسي أشتري زيهم. أنت اشتريته منين؟ هدية من الجو بتاعي. كده. قول لي أنت اسمك إيه؟ حميدو، ومن غير لف ولا دوران، أنت عايز إيه؟ لا يعني اتمشى سوا كده لغايه القبطان. تحقيق بسيط بخصوص القميص والبنطلون. اسمع يا علي يا فند، انت فتح عينك شوف بتكلم مين. ده انا حميد استرليني ملك خط بيروت. بلاش لماضه، القميص والبنطلون دول انت سارقهم من شنطتي، انجروا قدامي. انا في عرضك يا بيه. اسم حضرتك ايه وانت مالك يا اخي؟ طيب يا بيه لو سمحتني المره دي هيبقى جميل، مش هنسولك طول عمري، وهجيب لك بدل القميص 10 وبدل البنطلون 15، لان ذاك الشنطه زي الفل قد الدنيا. لا يا شيخ، طب انجروا قدامي. اعتقني الوجه الله يا بيه، طوبة من دي النوبة. ده انا مش حرامي، ده انا ابن ناس. ما انتوا كلكم بتقولوا كده. ما انا لو كنت حرامي كنت اخدت كل اللي في الشنطة. بس شيل ايدك، اصل الشيطان شاطر يا بيه. اول ما طلعت على المركب اتلم عليها شوية عالم قطيع بيلعبوا دوجو، تدقدق يا حميدو دقدق. انا دور والتاني لقيت نفسي على الحديدة. تلعب على القميص يا حميدو لعبت، القميص جار البنطلون لقيت نفسي استريبتيز. يرضيك يا بيه امشي استريبتيز. وانت ايه اللي خليك تعمل كده يا اخي؟ تلعب قمار وتراهن على هدومك؟ غصب عني يا بيه، ده انا مسافر ترزانه لقط رزقي. اخواتي ستة يتامى، ابويا وامي ماتوا في جمعه واحده، وسايبين لي العيال امانه في رقبتي. والطمع وحش قوي يا بيه، وجوع كافر. طب المرسى ابو العباس انا بقالي يومين ما اكلتش. انا هسامحك بس اوعى تعملها تاني. اوعدك مش هعملها تاني. متشكر قوي، مع السلامه. حميدو تعال هنا. ايه تاني بس؟ نعم نعم. انت بتقول بقالك يومين ما اكلتش؟ لا بقالي 3 ايام. طب انا عازمك على الغدا. متشكر قوي. اسمك كريم؟ سمير. سمير بيه، ربنا يخليك. ما قلتليش يا سمير بيه، شنطة ولا مجموعة؟ أه؟ مش ممكن تكون شنطة، ده شكلك ابن ناس. مش فاهم، قصدك إيه؟ مش مجموعة في الثانوية العامة ورايح بيروت تخش جامعة. ده أنا مخلص بقالي 3 سنين. مش معقول. أمال مسافر تعمل إيه، سواح؟ أدور على شغل. أمك مش لاقي شغل في مصر ولا إيه؟ أنا مسافر أعيش وأشوف وأتفرج. أقعد في بيروت شوية، هعمل لي قرشين، وبعدين أطلع على كندا. ده انت مسافر اخر الدنيا يا راجل. الواحد لازم يغامر ويتعب عشان يحقق احلامه. انت بتحلم بايه؟ حياه سعيده مع واحده بحبها. انت خاطب؟ مش لما اكون مستقبلي الاول. يبقى اكيد لك جو في مصر. ليه طبعا. وانت حميد؟ طبعا. ده وانا عندي 14 سنه كانت البنات ملمومه حواليا زي الرز يا ابني. وانا ايه اللي رماني رميه السودا دي غير الجو؟ ليه كفاله الشر؟ اصل الوالد مصمم اني ما اتجوزهاش. الوالد؟ انت مش بتقول ابوك وامك ماتوا في جمعه واحده؟ تفوت دي بقى يا سمير بيه. فوتنا دي واكلك بالشوكه والسكينه زي اولاد الزواج، هتقول فيها ايه دي كمان؟ اصل سيما هي اللي علمتنا الحاجات الحلوه دي يا بيه. يا ابن الجنيه، خلينا بقى في موضوعنا. احنا دلوقتي اكلنا عيش وملح مع بعض، فاتفضل اللي في قلبك عشان افضفضلك انا كمان اللي في قلبي. انا حاسس كده قلبي ارتاح لك قوي يا سمير بيه. وانا كمان والله يا حميدو حاسس ان انا اعرفك من زمان كده. طب احكي لي بقى عن الجو بتاعك. حاكم اخوك يموت في خصص الحب الحراقه دي قوي. يا نهار ابيض. ايه مال
ايه الحكايه؟ جالك دوار بحر ولا ايه؟ طب ولا همك، انا عندي دواء هايل هديهولك. ها يا ريت انا تحت. تسمح يا ابني؟ ايه فوتني طبعا اذنك بحسن. ده انا معاك على الاخر متشكر. ولا حميدو تعالى تعالى. ايه خد دول. ايه ده عرقك انت؟ مش علقت الزبون؟ سيبهولي انا نضفه. مش فاهم. بشتري منك الزبون. حسك عينك تهاوب ناحيته. فتح عينك ياض، ده انا عبد دولار. وانا حميدو استرليني واعلى ما بخلك اركبه. خد فلوسك. ولع لي والنبي اخ. بتيجي هنا في الظل؟ حميدو كنت فين يا اخي؟ دورت عليك في المركب كلها. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله انا بقيت كويس. المهم خلينا بقى في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. اتكلمنا عن الجو بتاعك. اني موضوع الجو؟ فضفض اللي في قلبك عشان افضفض لك انا كمان. هقول لك ايه، كنت بتمشى ساعه المغربيه على الكورنيش، واول لما شفتها حسيت اني عايز اكلمها، عايز اعرف كل حاجه عنها، عايز اخدها في حضني. يا سلام. ايوه يا ابو سمره حركت المواجع. معرفتش اعمل ايه، عازمها على حاجه ساعه ترمس دوره مشوي نقعد في كذا ونتكلم. ردت عليا بعينيها. يا عيني يا عيني، نظرة فسلام فابتسامة فلقاء. ما هو للأسف ما حصلش اللقاء. ليه؟ رحت أطلبها من أبوها، قام قال لي أهلك لازم يصرفوا عليكم، هما ال 25 جنيه العمي اللي بتاخدهم هيكفوك إيجار الشقة. أنا عايز أعرف إيه اللي جرى الأبهات اليومين دول؟ هما فاهمين إيه؟ هما بس اللي بيفهموا وإحنا عيال ما بنفهمش؟ وهي عملت إيه؟ وهي في إيدها إيه؟ ما عندكش فكرة يا حميد، دي إنسانة رقيقة قوي. تشوف صورتها أو أنت تعرف كل حاجة. المحفظة. إيه؟ حميدو دي فيها الفلوس اللي حصرفها لغاية لما ألاقي شغل. طلع المحفظة. عيب يا سمير بيه، ده إحنا أكلنا عيش وملح مع بعض يا أخي. أنا المرة دي مش هعتقل كده. طب أنا هديك المحفظة عن إذنك بس يا أخي. محفظة يا ياد، ما تبعد لك على بوزك. بقولك هذا محفظة يا ياد، ابعد عني يا ياد. انت ياد قولي ها سيب حميدو. استنى انت يا بيه، دي حاجة بسيطة. عيني هاتي انا المحفظة ونعدتها تاني هضيعك. حاضر يا عم. اتفضل عد فلوسك. تمام تمام. قوم نفض هدومك والعب في حتة تانية. ليك حق يا عم، ربنا يهدي المفتري. انا اللي طلعت اي كلام في الهجايز. أنا آسف إني شكيت فيك يا حميدو، معلش غصب عني. ولا يهمك، المال الحلال ما يروحش أبدا. إلا قولي أنت اتعلمت الكاراتيه ده فين؟ مسيما برضو. أنت لسه ما عندكش ثقة فيا يا حميدو؟ أكتر من كده بتهيألي في حاجات كتيرة مخبية عني. زي إيه؟ تصرفاتك كده بتدل على إنك ابن ناس طيبين. ما تحكيلي على مشاكلك، يمكن أقدر أساعدك. مشاكلي ما حدش يقدر يحلها غيري. انت لسه صغير يا حميدو وما تعرفش حاجات كتير. انا مش صغير، انا خلاص قررت اعتمد على نفسي زيك. بس انا عارف انا عايز ايه. وانا عارف انا عايز ايه. شغلانتك دي مش عجباني، ايه رايك تيجي تشتغل معايا في بيروت وتسيبك من الكلام الفارغ بتاعك ده، تعمل لك قرشين وتيجي معايا كندا؟ لا يا عم، على ايه الشحططه دي؟ كندا بعيده وبيقولوا عليها انها برد قوي، وانا عندي حساسيه ضد البرد. على كل طيب. حال انا حبيت اساعدك. طيب متشكر قوي، وتصبح على خير عشان طالع انام لاني تعبان جدا. ايه الكلام ده حميدو؟ انت هتنام هنا؟ اصل متعود على كده. الله، انت مسؤول عندك حساسيه من البرد. معلش. طب تعالى ننام مع بعض في الكابينه بتاعتي. لا متشكر يا اخي، الكابينه فيها سريرين. بعدين هتعود على النوم المريح، اصل النوم على الخشب صحه، الدكتور بنفسه هو اللي قال لي كده. طب خد البس ده يدفيك. طيب متشكر، تصبح على خير. مع السلامه. Thank you.
انت متاكد انك دورت عليها كويس يا كابتن؟ دورت بنفسي. امال يعني ايه؟ هي فص ملح وذهبت يا كابتن؟ اذا كنا مش قادرين نلاقيها دلوقتي اكيد هلاقيها وهي نازله. اعمل معروف يا كابتن، انا في عرضك ما تضيعش مستقبلي، دي بنت راجل مهم جدا. اطمن، ضباط الجوازات بيطلعوا على المركب. كويس يا ابني. ومفيش حد بينزل الا ما يشوف باسبوره. يا رب يا رب نلاقيها يا رب. تحب تشرب ولا تاكل حاجه؟ ميرسي انا لسه فطران. كذاب. اي حقيقه لا. لك لا اعمل ايه؟ اذا كان حبيبك حصل. ولا يهمك حميدو، ده انا مليان عمله صعبه. الانسه هدى جمال تحضر لمكتب الاستعلامات للاهميه. ما بتاكلش ليه؟ ده انا ما نمتش طول الليل وعينيا مفنجله. ما هو كله من الحساسيه، ما قلت لك تيجي تنام عندي في الكابينه. حساسيه ايه؟ المصيبه اللي مستنيني في الميناء ببيروت. هما مين دول؟ لسه ما عندكش ثقه فيا. صدقني لو اقدر اساعدك هساعدك. هما مين دول اللي مستنيينك في بيروت وخايف تقابلهم؟ هيكون مين يعني غير بابي؟ بابي؟ لا ده انا قصدي المعلم بركات اللي بيشتغل لحسابه ببيروت. اكيد الواد عبد دولار اول ما هيوصل هيديهم اخباريه عن المحفظه بتاعتك. ما قلت لك تبطل الشغلانه المهببه بتاعتك دي. مش لما اخلص الاول من اللي مستنيني ببيروت. ولا يهمك، هنشوف لها حل. محدش هيشوفك وانت نازل المركب. يا سلام، البس ايه تاني؟ البس طاقية لخفة. اديني فرصة افكر. هلاقي لها حل. حميدو، فضيت لك صندوق. لا يا عم، انا خايف. ما تخافش انا جنبك. اوعى تسيبني، احسن اتوه بين السنة دي وما تعرفش مكاني. اطمن انا معلمه. خش بقى خش، خش بلاش رمادة. خلي بالك عليا يا ابو سمرة. ما بقى في حدا من الركاب على الباخره يا جمال بيك؟ ايه يعني فص ملح وداب؟ اكيد شافتني واستخبت. طمن بالك، عبد العظيم اتركناه مع موظف مسؤول راح يفتشوا الباخره لحد ما يلاقوها. طيب انا حسبعك على المكتب، اذا جدت اخبار اتصل بيه على طول. طيب سمير شو ناطر؟ معلش لو فيها رزالة نستنى شوية، أصل في واحد صاحبي لازم أطمن عليه قبل ما أمشي. حميدو أنا هنا يا سمير بيه. ولا همك أنا معاك. لك يا سمير يا حبيبي، شو صار لعقلتك؟ عم تحكي مع حالك؟ قول لي يا عماد، الصناديق دي رايحة فين؟ دهلك العربية لوين رايحة؟ على الأردن. على الأردن. يا نهار أبيض. اسمع يا عماد. نعم. عايز أطلب منك خدمة. أمور. الموتوسيكل بتاعك معاك؟ أيوة يا حو برا. طب اسمع، خد أنت الشنطة وأنا هاخد الموتوسيكل، ورايا مشوار صغير. وحابة أحصلك على البيت. ها؟ حاضر.
حميدو. اهلا يا سمير بيه. طمني اخبارك ايه؟ هموت يا سمير بيه. هبطس. ما تسيبنيش في عرضك. طيب. الحمد لله على كده. انا كنت خايف لو تنساني في الصندوق هفطس. هو ده معقول يا حميدو؟ طب لو كنت بقى نسيتني وعرفتش الصندوق انساك ازاي؟ اذا كان فكره الصندوق دي فكرتي. قومي يلا لما اخلص السيجاره. عايزين ننزل بيروت قبل ما الدنيا تظلم. طيب لما اخلص السيجاره انا خرمان. يا اخي قوم. ايه مالك؟ ظهري اتكسر من الصندوق. طب نام على وشك. ايه؟ نام على وشك. ليه؟ هدلك لك ظهرك. متشكر. متشكر قوي. بقول ايه؟ معاك كام؟ معايا كفاية. كفاية كفاية. تعالى بقى نشوف لنا حتة نشرب لنا فيها ازازتين بيرة وناكل لنا لقمة ونريح. يا خي بتاع مزاج قوي. قوي قوي. طب فوت قدام. الو مين؟ هدى؟ مش معقول. منين عم تحكي؟ من علي. ايوه من علي. انا هربت من مصر وجيت لك زي ما اتفقنا علشان نتجوز، علشان تعرف قد ايه انا بحبك يا حبيبي. من استيريو مايواي. عارفه عارفه، مسافه الطريق وحكون عندك بسرعه يا رفيق. انا هستناك على البار، بس خد بالك انا قصه شعري ولابسه قميص رجالي لونه ازرق كاروهات. اضطريت اعمل كده علشان ما حدش يعرفني. اسكت يا رفيق على اللي جرالي. مغامرات مغامرات. لما تيجي هحكي لك على كل حاجه، بس اوعى تتاخر احسن هزعل منك. باي باي. you
كاسك يا حميدو. مش عايز اشرب. ايه الكلام ده؟ حميدو استرين الواد المجدع ما يشربش. مش انت اللي قلت دهنا الهوا ابويا ورسمنا عليه؟ اشرب يا شيخ اشرب. في صحتك. في صحة اجدع حميدو شفته في حياتي. مالك يا حميدو؟ في حاجة مضايقك؟ لا ابدا. انت مخبي عليا حاجة؟ ده انا بقيت حافظك ودرسك زي ما اكون عارفك من سنين. في الحقيقة يا سمير بيه انا اللي مضايقني ان احنا يمكن نفترق. ليه؟ انت هترجع لمعلم السراحة التاني؟ لا ابدا. بس انا حاسس اني تقلت عليك حبتين، فاتصلت بواحد صاحبي وشرحت له ظروفي وحيفوت ياخدني كمان نص ساعة. الله، احنا مش اتفقنا نروح كندا سوا؟ ايه اللي خلاك ترجع في كلامك؟ ما هو اصل وانا في الصندوق فكرت في حكايه السفر وفكرت في حكايه البرد تاني، قلت يا حميدو بلاش، صحتك بالدنيا. لصحتك يا مجدع. هو انت دلوقتي زعلتني؟ ازازه ويسكي يا مرت. ازازه ويسكي بحالها؟ مش خساره فيك يا حميدو. صورة تذكرة عشان افتكر بيها اجدع حميدو شفته في حياتي. يا مجدع. صحتك. الشرب من غير مزة ما يلزش. مزة؟ ما تخليك حد امال. عايزين نخلي القعدة في رايح. دي منزلتش عينها من عليك. بص بص. ولسه حصل حاجة؟ لا انا ما احبش الهزار بالايد. هو احنا لسه هزرنا؟ ده الليل لسه طويل. البيت هتاكلك بعينيها. ما تقوم تعلقها، ما تبقاش لخمة. انت تاخد الشقرة وانا هاخد الصمر. لا يا عم خد انت الاثنين. خي امال بس عامل لي فتك بالكلام. انا هروح اعلقه. يا جميل انا بحب الكلام المصري وانا بموت في الفاكهه اللبناني. عندك كم سنه يا كتموت؟ 20. حلو، ده انت زغلول خالص. عندك مانع تسهري معانا الليله؟ معاك للصبح. حلو، ليلتنا انس. وين ليلي؟ حطوا له ساعتين اسمع واحد. جيار روح يا حميدو. قوم يا حميدو، سيبوه لي انا. تعالى سيب لنا الحاجات الصغيره دي. برافو حميد.
الخير يا شويش. مساء الخير. في خناقه تحت. انا تعبت قوي، ما تشني شويه. اشيلك ايه يا واد يا خير عندك؟ تفتكر كل الناس اللي ضربتهم دول هيسكتوا؟ كل واحد منهم هيجيب ابوه، وابوه هيجيب ابن عمه، وابن عمه هيجيب قرايبه، وهنلاقي البلد كلها ورانا. انا مش ممكن امشي. انا شايف بيت هناك اهو، قوم نوصله. قوم يا اخي. الظاهر مفيش حد هنا، ده باين عليه بيت مهجور. مهجور؟ يبقى الحته دي بتخوف. انا خايف يطلع لنا تعبان ولا حاجه. التعابين ما بتطلعش بالليل يا جاهل. سمير بي انا خايف. ما هو مفيش قدامنا غير حاجه من الاثنين، يا نواجه اهل البلد والبوليس يا نبات هنا. قلت ايه؟ نبات هنا وامر لله. طب تعالى نشوف لنا حته فوق. ملهاش حل، هننام هنا. ايه هنا؟ بقول ايه، ما انام انا وتصحى تحرسني، وبعدين تنام انت واصحى احرسك. ايه رايك؟ رايي انك تتخمد وتبطل كلام. تصبح على خير. اتخمد؟ سمير بيه، لو سمعت صوت كده ولا كده يبقى صحيني. يا خبر ابيض. ايه في ايه؟ صاحبي اللي كلمته في التليفون هيروح مش هيلاقيني. وعايزني اعمل لك ايه يعني؟ ولا حاجه، تصبح على خير. شاب لابس قميص ازرق كروهات، شفتوا شي؟ قميص ازرق كروهات؟ ايوه، عامل مشكل وظهر. مش معقول، هيدا ما بيعمل مشاكل. كيف مش معقول؟ هيدا بيضرب كاراتيه. على كل حال لحظه لاشوف فاروق من فضلك. يا فاروق، صوره الشاب اللي عملنا المشكل، عجل لك شوي. شوف هيدي صورته. شيء جميل جدا. النهاردة عملت أبضاي، بكرة تعمل الكابوني. وحضرتك عملت تقول لي ما خلتش خرم في المركب إلا ما دورت عليها فيه. هو في حد يخطر على بالي يا سعادة البيه إن هدى هانم تعمل ولد؟ خليك الناس. لازم نلاقيها قبل ما تفشها الشرطة وتعملنا فضيحة. صاحب السيريو أعطاهم الصورة. يا ريتهم يقبضوا عليها. أنت بتقولها كلام؟ مش أحسن ما تتجوزك؟ هدى بتحبني يا عمي. ما تقولش يا عمي، أنا مش هعطيك ضاعة كده دلوقتي في كلام فارغ. اسمع، انت تروح لصاحب الاستيريو تفهمه الموضوع وتخليه يسحب الشكوى اللي عملها. ايه؟ استني. ايه؟ اتفضل. وانت على العظيم يا فندم. فندم تاخد الصوره دي، تنشرها في كل الجرايد، ومعاها صوره لهدى بشكلها الطبيعي، وتحدد مكافاه 50,000 ليرة للي يدلنا عليها. مفهوم؟ حاضر. ايه؟ مستني. ايه؟ اتفضل. حاضر.
سمير بيه. سمير سمير بيه. ابو سمره ما تقوم بقى، بلاش كسل، الساعه بقت 7. انت صاحي من بدري ولا ايه؟ واخدت حمام، اما الميه اخر حلاوه. مش احلى منك يا جميل انت. ده انت صاحي فايق قوي. هو حد يصطبح بوشك المنور ده وما يفوقش يا طعم انت؟ الله الله الله. طب ما يلا بينا بقى نشوف هنطلع ازاي من الوادي ده. اتفضل. ونبلبط سوا في الميه. انا بلبط. ما تبلبط تاني. ما تبلبط لوحدك يا اخي. خلاص هبلبط لوحدي. بس خلي بالك من الهدوء. ممكن اتكلم في التليفون؟ اتفضل يا اخ. الو. نعم. ايوه رفيق موجود؟ راح بيروت يعمل ايه؟
لما يجي خليه يستناني. اوعي يتنقل، انا جايله حالا. مع السلامه. سمير، 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 غطست فين يا واد يا نمس؟ سمير، افتكرتك سبتني ومشيت. ما قلتليش كنت فين؟ انا رحت اجيب لك فطار. وهو فين؟ كلته؟ لا، اصلي وانا لسه واقف قدام البقال ببص كده لقيت عسكري جاي عليا وبيبحلق لي. رحت واخد ديلي في اسناني وقلت يا فكيك، بقول ايه؟ ما نسيب الحته من الغامه دي بسرعه ونروح شطوره. شطوره؟ هنعمل ايه في شطوره؟ احنا لازم ننزل بيروت. بصراحه اعتذر لصاحبي اللي كلمته امبارح في التليفون، اكيد راحوا ما لقانيش. بصراحه انا حاسس انك بتخمني. انا برضه اخمك يا بيه. يلا بينا. دمك خفيف يا مبروك. وبعدين معاك وانا ماشي زار ايه ده يا اخي؟ وادي حميدو، رزقك في رجليك. نساعدها في تركيب العجله ونطلب منها توصلنا شطوره. يا سلام عليكم على افكارك الممتازه يا ابو سمره. يلا بينا بسرعه. تسمحي لنا نصلح لك العجله؟ السلام عليكم. عنك حميدو هصلح لك العجله. ميرسي. ايدك معايا بقى يا ابو سمر. يلا اشتغلوا بلاش لماضه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي، ما تروح شوف شغلك. سيجاره؟ ميرسي. هو الحقيقه شاطر في تصليح العجل. كبريت مش عايز يولع. وانت بتسهري فين بقى؟ واقف كده ليه؟ ما تروح شوف شغلك. عايز سيجار. ما تخلي عندك دم يا سمير بيه وتيجي تساعدني. ما تشتغل من سكاته وبلاش لماضه. ما دي ألذ حاجة في الدنيا. هتنط لنا زي فرعلوس كل شوية؟ ولع لي. وأنتي بعد كده هتبقي فين؟ هتبقي ساكنة في بيروت على طول؟ اتفضلي. اركب انت ورا. لا بقول لك اركب ورا. يا بقى
وقفنا ليه؟ هو في حاجة؟ الزهر في تفتيش. تفتيش؟ من فضلك شو فيه؟ درك عم بدور على بنت واحد مليونير ابوها عامل 50,000 ليرة جايزة للي بكمش. عن اذنك حميدو 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 تعال جرايا يا دنت. انت هتقعد تلعب بيا كوره؟ ايه في ايه؟ ايه اللي خلاك تنط بالعربيه؟ خفت البوليس يشوفني. طلعت حكايه الاستيريو ده كان في حته واحنا في حته تانيه. اسمع بقى، انت كل كلامك كذب في كذب وانا كفاني خام بقى. انت تروح في طريق وانا في طريق. سمير استنى، انا في عرضك يا سمير بيه، ما تسيبنيش. هقول لك الحقيقه عمري لله. قول يا سيدي. ما هو بصراحه بقى البنت بتاعت العربيه عجبتني وشفتها عجبتك انت كمان، قلت مش معقول هنخسر بعض عشان واحده، سبتها لك ومشيت. لا يا شيخ بقى كده. جاتك قوي. ايه؟ شوف بقى، احنا من دلوقتي نسيب بعض، وعشان خاطر عيش والملح هدي لك قرشين، هقسم المعايا بالنص وكل واحد يروح لحاله. سلام عليكم. وبعدين معاك بقى يا سمير. ها هو انا مش عارف اخلص منك يا واد؟ انت واد، انا مش ولد، انا هدى الهربانه اللي البوليس بيدور عليها. استني بقى ما فوق من المفاجاه دي. تسمحي لي اقعد؟ ها فقت بقى خمتيني طول الوقت ده. عشان كده زعلان؟ طبعا، لان طلعت طرطور. طب حقك عليا، سامحني بقى. هعمل بيكي ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، توصلني لخطيبي. لا حلو قوي دي، على اخر الزمن هشتغل مواصلاتي كمان. الله، احنا مش اصحاب. افتح الله. اسمع يا سمير، ورطه هدى اكبر من ورطه حميدو، والطرق كلها بوليس، وعشان اوصل لخطيبي لازم اخرم الجبل، وانا بخاف. ومش خايفه مني دلوقتي؟ تضمني منيني ما بلغش عنك واخد المكافأة؟ هتدفعني في كندا. وهون عليك. لا. الله 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 الله. هوبا، ايه اللي بتعمليه ده؟ ما هو البوليس بيدور على حميدو وبيدور على هدى، وانا بقى زهقت من حميدو. يا خبر، وهنعدي ازاي؟ لا جذبتك. ليه؟ عشان نعدي. ممكن تشيلني يا سمير؟ ايه والله عاد، علشان خاطري. لا جذبة. متشكرة. يلا بقى. خلي بالك عليا. ركب يا ستي وامر الله. اوعى توقعني. هوبا. بتفكرني ايام ما كنت صغيره واركب على ظهر بابا واقول له شي يا حصان. يعني انا حصان دلوقتي؟ دي كانت ايام حلوه قوي، يا ريت ارجع صغيره تاني واعمل اللي انا عايزاه من غير ما حد يقول لي انت بتعملي ايه. ما نفسكش تبقى صغير يا سمير؟ لا. امال نفسك في ايه؟ نفسي تنزلي من على ظهري لان وسطي اتقطم. طب نزلني بالراحة. ميرسي. خدشي للشنطة. الله، انت مش سعيدة في حياتك؟ يا ريت بابا فضل فقير وماما عاشت لي، الله يرحمها، دي كانت حنينة قوي. وبابا؟ بابا ده أحسن أب في الدنيا، تتصور مرضيش يتجوز علشاني؟
امال هربتي منه ليه؟ عشان احس بالحريه واعمل اللي عايزه اعمله. هو ليه مش موافق على جوازك من خطيبك؟ اعمل ايه؟ عايز يجوزني على مزاجه. مش جاي شايف ان جوازك من رفيق ده غلط؟ يعني يلغي شخصيتي؟ تقومي تحرميه من حقه عليكي كأب؟ اسمحي لي اقولك انك مدلعه قوي. انت معايا ولا معاه؟ انا مع الاسد. ياه احنا هنفضل ماشيين كده لغايه امتى؟ لغايه لما نلاقي عربيه تاخدنا في سكتها. يا سلام، طب والله ما انا منقوله من هنا لغايه لما تجيب لي عربيه توصلني مطرح ما انا عايزه. ها ما اقدرش امشي ده كله. ايه ده بقى؟ وانا كان ايه اللي خلاني استحملك واستحمل دلعك الفارغ ده؟ ما هو افرض يا سمير مفيش عربيه رضيت تقف، نعمل ايه؟ ما تخافيش عليا، انا اخصائي في الحكايه دي. اخصائي؟ طبعا. كله يتوقف على الطريقه اللي تشاوري بيها العربيه. عندك مثلا الطريقه العصبيه. دي ما تنفعش. الطريقه الارستقراطيه. دي برضه ما تنفعش. امال انهي طريقه هي اللي تنفع؟ الطريقه الثالثه المتواضعه. سمير انا هنام شويه، لما تبقى توقف عربيه ابقى صحيني. هما مالهم كلهم مستعجلين كده ليه النهارده؟ تسمح لي؟ تعالى مفيش فايدة، بس روح اقعد. خلينا انا هعمل لك طريقة نمرة أربعة، بس روح اقعد. دي احسن يا خي. توصلنا في سكتك؟ اتفضلي يا أمورة. ميرسي. تعالي يا سمير. تعالى. شو هيدا كمان سمير؟ ده خطيبي. اطلع ورا. يا باي. يا رزلتك يا أخي. متشكر على ايه؟ على ان طريق النمره 4 هي اللي نجحت. طريقه ما فيهاش اي جدعانه، كان ممكن تقلع هدومك كلها، كنت وقفت 100 عربيه. ها؟ احنا مش محتاجين 100 عربيه. على العموم انا اللي استاهل، كان لازم اسيبك تمشي على رجليك لغايه لما يجي لك لطشه شمس. ها؟ ايه في؟ لا ابدا. هو بيبص لنا كده ليه؟ ولا يهمك، تعالي ننزل ناكل حاجه. يلا. تاخدي تفاح؟ بتسمح يا اخ؟ مش فاهم. ولعوا تاخد 25,000 واني مثلك، شو رايك؟ طب تعالى نتكلم بعيد عشان ما تسمعش.
اسمع، معاك سلاح؟ لا ما يهمش، انا معايا مسدسين في الشنطه، هديك واحد وهاخد التاني. البوليس ورانا من ناحيه وعصابه حميدو من الناحيه التانيه. حميدو؟ مين ده حميدو؟ انت ما تعرفش حميدو استرليني اللي دهن الهوا ابويا رسم عليه؟ لا. شوف يا سيدي بقى، حميدو ده ما يهموش 20,000 50,000، ما يبتديش يفكر الا من مليون ليره. احنا خطفنا المدمازيل زي اللي خطفوا الطيارات، فاهم؟ وعايزين مليون ليره. طبعا هتحصل معركه مع البوليس، يمكن واحد فينا يموت، مش مهم. كيف مش مهم؟ انا عندي ولاد. لو حصل لك اي حاجه المعلم حميدو هيربهم لك. بتسمح لي انسحب من هالعمليه؟ انسحب ازاي؟ انت دلوقتي عرفت السر. انا ما راح افتح تمي ابدا، بتسمح لي؟ وانا ايه اللي يضمن لي؟ بحلف لك بولادي، لا شفتك ولا شفتي، بتسمح لي؟ اسمع، انت اسمك ايه؟ طنوس. ساكن فين؟ بالمرج. تحب اولادك؟ طبعا. طب روح دلوقتي، خد بالك لو قلت كلمه كده ولا كده ما راح افتح تمي ابدا. هو ايه اللي حصل؟ السواق شاف صورتك في الجورنال، عرفك. يا خبر ابيض، واتصرفت معاه ازاي؟ ولا حاجه، قلت كنت عامله حميد ورحت داخل فيه شمال. هو راح فين؟ زمان هو في بيروت. يلا بينا من هنا. شيل كويس أوي، هننام هنا. أنام هنا؟ والله أنا شخصيا حبات هنا، وإن كانش عاجبك دوري لك على حتة تانية. أوبا. سمير، أنا جوعت. ده بيتهيألك. لا أنا جوعت وخايفة كمان. الجوع والخوف ما يتفقوش سوا. طب ايه رايك انهم متفقين معايا؟ ان كنت خايفه الخوف هيطفش الجوع. لا، الجوع عندي هو اللي طفش الخوف. اوف، هو انا كنت عملت ايه بس يا ربي عشان اقابلها؟ انا مش فاهم ايه اللي يخليني اقعد اوضب حته لوحده تنام فيها عايزاني اوصلها لخطيبها. ده ايه الحظ المهبب ده؟ اتفضلي يا ستي، سريري جاهز. سمير قومني. بقولك ايه، انا خايفه فستاني ينكرمش. العيه. نعم. بلاش، ما تقلعيش، اعملي اللي يعجبك بس اعتقيني ونامي. اف عارف ان دمك بقى تقيل قوي من ساعه ما عرفت اني هدى، ومعاملتك ليا اتغيرت. كل ما افتح بقي تشخط فيا. اذا كنت متضايق مني سيبني وروح بيروت، انا مش مسكاك. انا برضو اعرف اكمل مشواري لوحدي. الله. سمير، 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 سمير،
مالك؟ صح يا ليه؟ خفت لا يكون حد خطفك ولا حاجة. طمني، رحت اجيب لك حاجة تاكليها. بس انا مش جعانة دلوقتي. انت مش قلتي من شوية انك جعانة؟ ما هو الخوف طفش الجوع. صباح الخير. وانت من اهله؟ ناس كتير حبوكي في حياتك مش كده؟ واكيد اتدلعت عليهم زي ما اتدلعت على باباكي. الظاهر ان القيم كلها ملخبطه في نظرك. يعني دلوقتي انا متاكد ان كل تفكيرك في خطيبك. والنكته ان بعد اسبوعين او شهرين كل تفكيرك هيبقى ازاي تخلصي منه. تعرفي الناس اللي زيك بيضيعوا حياتهم يجروا على حاجه، وهم في الحقيقه بيهربوا من حاجه، بيهربوا من نفسهم. وده اللي مخليهم مش عارفين هم عايزين ايه. وانت عارف انت عايز ايه؟ طبعا. ايه؟ عايز الناس تسيبني في حالي، اشتغل طول النهار واجي بالليل اقول لنفسي يا واد انت عملت بلقمتك، لا اذيت حد ولا اكلت حق حد، وحط دماغي على المخده وانام بالي مرتاح. بس دي حياه ممله قوي. انا كنت متاكد ان تفكيري غير تفكيري. يلا نام. مين في هون؟ انت كمان ام حرامي دجاج. وقف وقف. يلا هدي. وايش كنتوا تسوون في المزرعة؟ كنا هنقضي الليلة. أخوات؟ لا. متجوزين؟ خاطفها. أنت مين؟ أنا جاسر الغجري. والحين لوين ناويين تروحوا؟ بالحقيقة إحنا كنا ناويين نروح عند ناس صحابنا في شتورة. لكن نعمل إيه؟ أهلنا والبوليس مالين كل السكة، مش كده يا سمير؟ كده. اسمعوا، أنتوا خلصتوني من صاحب المزرعة. لو كمشني كان سلمني البوليس على طول. هالحين تروحون مضاربنا، نعطيكم ثياب ونركبكم الحمير ونوصلكم لغاية شطورة. الله، ده انا كان نفسي من زمان اركب حمار يا سمير. ده انا الحمار اللي سمعت كلامك.
يا سيدنا كانوا ثلاثة، شاب وصبية حلوة ومعهم واحد غجري. معهم واحد غجري؟ ايه. طالما معهم واحد غجري اعتبر انك مشناهم بكل سهولة. بس انتبه يا ابو صفوان، اسمع شو راح اقلك منيح. انت قلت انه كان معهم واحدة حلوة. حلوة كتير، ولو قدرت كمشتها كنت دغري تجوزتها. اذا شفتها تعرفها؟ ايه. هي هي، لو كمشتها بجوزني يا سيدنا. اوعى تفتكر اني انا ندهتك هنا علشان غيرت رايي فيك، ابدا. تعرف كويس ان انا عمري ما حبيتك ولا هحبك في يوم من الايام. واضح 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 بدون كلام. المهم ان هدى بتحبني وانا بحبها. بلاش غلبة، احنا لغايه دلوقتي ما عندناش اي اخبار عن هدى. فين هي؟ محدش عارف. مين الشخص اللي متصور معاها؟ محدش عارف. ده يسكن تحت في الجبل، ده حد خطفها. انا مستعد لاي مساعده يا عمي. ما تقولش يا عم. اسمع مقلب، انا عايزك تنزل خبر في الجرايد تقول فيه ان كل الخلافات اللي بيني وبينك انتهت، واننا اتفقنا على جوازكم انتوا الاثنين بمجرد رجوعها البيت، فاهم؟ سمير سمير، بص يا سمير، ايه رايك؟ عجبتك؟ حلو قوي. عندي بشرى تفرح قلوبكم. بايه؟ ابوك اسمه جمال الدين. ابويا والدك وافق على زواجكم. شوفي. شايف الخبر ما فرح قلوبكم؟ آه لا بالعكس، ده احنا فرحانين قوي. الحمير جاهزه؟ جاهزه، لكن والله مش منقولين من هون قبل ما نجيب فرحكم هون.
فاتك ايدي عبر بالسفر ولا جاني جواب ولا جاني خبر قولي لا يا زينة شو قال الهوى لما بهوينا هوينا سوا بتنامي في أي سرير؟ أي واحد مش مهم. تتصور إن دي آخر ليلة هنقضيها مع بعض؟ أيوة. بكرة كل واحد فينا هيروح في طريق. أنت هترجعي لخطيبك وأنا هروح كندا. أنت هتسافر إمتى؟ مش عارف. سمير مش هشوفك قبل ما تسافر؟ ما افتكرش. تعرف انك هتوحشني قوي. نفسي تيجي تزورني قبل ما تسافر. وازورك ليه؟ عشان ابارك لك انت وخطيبك؟ على كل حال اطمني. هبعت لك بوكيه ورد واكتب لك عليه مع اطيب التمنيات بالقران السعيد. انت عمرك ما حبيت يا سمير؟ طبعا حبيت كتير. انا مش قصدي كده، قصدي حبيت واحده واتمنيت انك تاخدها اخر الدنيا، تحلموا سوا وتفرحوا سوا وتعيشوا طول العمر مع بعض. الواحده دي مش موجوده. مين قالك؟ مش يمكن جنبك وانت مش شايفها؟ افرضي انها موجوده، انا هقدم لها ايه؟ حياة مش مستقرة في بلد غريبة هبتدي فيها من الصفر. تفتكري البنت دي تقدر تستحمل قد ايه؟ شهر؟ شهرين؟ العمر كله. سمير خدني معاك. قومي نامي. سمير انا بحبك ومستعدية اروح معاك اي مكان ونبتدي مع بعض من جديد، بس ما تسيبنيش. ما اقدرش اعيش من غيرك، ما اقدرش. روحي نامي. ياسر صباح الخير. صباحك الله بالخير. قول لي مفيش تليفون قريب من هنا؟ طبعا في. تريد خابر مين؟ هتكلم مع ابوها عشان اطمنه. والله فيك الخير. اسمع يا سمير، تاخد الطريق على طول وعند المفرج تلاقي دكان فيها تليفون وتخابر. متشكر قوي. اشرب قهوه يا سمير.
لما ارجع لما ارجع. يا ما الغرام يا قلبي لوع. الو سمير، وين كنت طول المدة؟ ولو انشغل بيل عليك محتاج الألفين ليرة هلا؟ عملت حادث بالموتوسيكل؟ لا. بدك تتجوز؟ ايوه يا اخي، غريبة قوي. ارجوك هات الألفين ليرة وتعالى بسرعة، انا في المرج. ايوه ايوه، على طريق الشام، حسنك على المفرق. جاسر جاسر تعال. صباح الخير. صباحك الله بالخير. سمير راح فين؟ قال راح يخابر بالتلفون. مين؟ قال مع ابوك. تشربين قهوة؟ لما يجي سمير. تضمني من اني ما بلغش عنك واخد المكافأة؟ هترفعني في كندا. بابا عشان خاطر يا ستي كلي لقمة. ايه برضو ما رضيتش تاكل؟ مفيش فايدة. طيب روح انت. مالك يا بنتي؟ في ايه؟ مش عايزه تاكلي ليه؟ ماليش نفس. انت حيرتيني معاكي يا بنتي، في مصر كنت بتضربي عن الاكل عشان عايزه تتجوزي رفيق. رفيق وافقت عليه. تضربي عن الاكل ليه دلوقتي؟ مفيش حاجه يا بابا. ما تكذبيش علي، مساله الاضرار عن الاكل دايما وراها حاجه. ايه اللي انت مش راضيه عنه؟ مش راضيه عن نفسي. انا كمان مش راضي عن نفسي، ومع ذلك ما بضربش عن الأكل. انت في حاجة مخبيها عني؟ ايه هي قوليلي؟ ولا حاجة. ما هي الأعراض اللي أنا شايفها دي، السرحان والإضراب عن الأكل، أنا عارفها كويس. تكونيش وقعتي ورام حد تاني؟ لا، الحكاية المرة دي جد أوي أوي يا بابا. وده قابلتيه امتى ده؟ على البخيرة. على البخيرة؟ اوعي تكوني حبيتي بحار ولا بنبوطي. لا. وده بقى ايه ده؟ كل اللي اعرفه عنه انه مسافر كندا يبني مستقبله. يعني مش معتمد على فلوس ابوه. جدع، انا احب النوع ده. واسمه ايه؟ سمير. اخلاقه؟ ممتازة. يكونش هو الشاب اللي كنت معاه في الاستيريو؟ بالظبط يا بابا.
لكن ده لحقتي تحبيه امتى؟ انت يا دوبك تعرفيه من يومين. دول اجمل ايام حياتي. لا ده الحكايه جد قوي. بدي اشوف هو فين. ما اعرفش. ايه ما اتصلش بيكي من يوميها؟ اتصل ورفضت اكلمه. ليه؟ هكلمه ليه؟ واحد مش عاجبه تصرفاتي وبيقول عليا دلوعه وهيفه ومش عارفه انا عايزه ايه. لا هو في كده عنده حق، انا برضو بقول كده. بقول ان حضرتك دلعتيني وما عرفتش تربيني. قليل الادب. لا يا بابا ده مش قليل الادب، ده مؤدب قوي. ومين عارف من غيره كان هيحصل لي ايه. طيب معلش اسمعي افندم. عارفه خطيبك عمره انزلي من زور، انا حابة تجيبه دلوقتي اخليه اجل الفرح. لا يا بابا ارجوك، بعد ما البلد كلها عرفت وبعد ما اتكتبت في الجرايد انا مش ممكن ارجع في كلامي، وبعدين كفايه المشاكل اللي تسببت لك والفضايح. انا يا بنتي ما تهمنيش الفضايح قد ما تهمني سعادتك. انا غلطت وتسرعت ولازم اتحمل غلطتي. مش معقول، انا مش مصدق اللي مكتوب في الجرايد ده. بسيطه، اتصل فيها بالتليفون وتاكد. ما انا كل ما بطلبها بيقولوا لي مش موجوده. يا سمير يا حبيبي فهمني شوي وخليك بالواقع. معقول بنت تهرب من ابوها كرمال الشخص اللي بتحبه تقوم تغير رايها وتتجوزك انت باخر لحظه؟ الله، اذا كان هي اللي طالبه مني اتجوزها. طيب عال عال بس فهمني شوي، لما اتاكدت من الشخص يلي بتحبه ومن وافقه ابوها تركتك وراحت لعنده؟ شوف ما هو في حاجه مش طبيعيه في الموضوع وانا لازم اعرف. الو. ايوه انا جمال. مين حضرتك؟ سمير. سمير مين؟ ايوه هدى كلمتني عنك. انت عايز تقابلني ضروري؟ بخصوص ايه؟ حساب قديم متعلق عايز تصفيه؟ ايوه مفيش مانع. طيب تحب تشرفني في البيت بكره؟ انت مسافر بكره. طيب تحب تشرفني دلوقتي حالا؟ اصل الليله دي حفله زفاف بنتي هدى، انا في انتظارك. اولا انا احب اشكرك على كل اللي عملته لهدى. هي قالت لحضرتك؟ ايوه، وقالت لي على الورقه اللي انت انقذتها منها وانك تستحق كل اللي تطلبه كده. طب اتفضل بقى. ايه ده؟ كشف باللي صرفته، تمن القميص والبنطلون والخوخ والتفاح اللي بنت حضرتك اكلته وشويه مصاريف كده. يعني كل اللي انت عايزه 132 ليره. ايه كتير؟ مش كفايه الوقت اللي ضيعته معاها؟ طيب اكتب لك شيك بالمصاريف وال 50,000 ليره طبعا. 50,000 ليره بتوعي؟ المكافأة؟ أنا مش عايز مكافآت، أنا عايز اللي صرفته وبس. ما تاخذنيش يا ابني، أنا فاكر إنك جاي تقبض المكافأة. كل اللي مطلوب من حضرتك 132 ليرة، مش عايز من حضرتك أكتر من كده. وإذا سمحت يبقوا كاش عشان ما بحبش أضيع وقتي في البنوك. أنت إنسان عجيب. معلش لما نتكلم في الحكاية دي مرة تانية، تسمح؟ في واحد في الدنيا يرفض ثروة زي دي؟ والله دي مسألة مبدأ. القرش اللي بكسبه لازم اتعب فيه، انما الخدمه بعملها ببلاش. والدنيا فيها مغفلين كتير وانا واحد منهم. تسمح؟ قبل تسمح لي اسالك سؤال شخصي. اتفضل. انت بتحب هدى؟ اللي يحب هدى ده لازم يبقى معتوه. انت بتتهرب من سؤالي. مش هي فضلت الدلدول بتاعها؟ خليه هو ينفعها بقى. انت بتحب هدى؟ يا راجل اتجنن اللي يقعد معاها دقيقه واحده. انا بسالك سؤال محدد. انت بتحب هدى؟ تسمع. اتفضل. انا اسفك. مش قابله لما تشرب الشربات بتاعك؟ معلش مره تانية. مره تانية فين؟ انت مش طول مسافر كندا؟ بكره الصبح ان شاء الله. طيب يا ابني اتمنى لك كل توفيق. شكرا. اخدت فلوسك؟ طبعا. مبروك. الله يبارك فيكي. مبروك عشانك انت كمان. تشكر. مش هتحضر فرحي؟ لا، اصل المناظر زي دي بتقلب معدتي.
تتجوزي رفيق شهادة لله سمير عجبني رفض الخمسين ألف ليرة كل اللي طلبه حق العميص والبنطلون. سمير بيحبك يا هدى، هو قال لي بنفسه، وانت بتحبيه وانا حبيته. هدى فوقي، فاضل خمس سلالم، ما تغلطيش في حق نفسك وتضيعي حياتك. فاضل سلمتين، ان كنت عايزة تسعديني اضعي حد للمهزلة دي وهربي. روحي كندا مع سمير وانا هبقى احصلكم. عربيتك واقفه بره طوعيني وهربي. ادعيلك من كل قلبي.